السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في لقاء بيتجدد أسبوعيا من برنامجكم ملخص الكلام. طبعا النهاردة أنا بعتذر لحضراتكم عن عدم وجود زميلتي رباب، ودي أول حلقة ما تكونش موجود معنا النهاردة طبعا نظرا لظروف خارجة عن إرادتها. هنبدأ حلقتنا النهاردة بنعي، نعي صغير بس لازم ننعيه، بننعي أسرة الشهيد الطفل سيف إسلام شهيد الأسكندرية، ابن الأسكندرية اللي مات غريق في حمام سباحة بأحد النوادي بالأسكندرية. طبعا بندعي له كلنا، بنقول يا رب يصبر أهله ويلهمهم الصبر والسلوان على فراقه. هنبدأ حلقتنا النهاردة مع حضراتكم بحدث مختلف وحدث جديد شوية. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ملخص الكلام دايما بيسعى ودايما ورا كل حد ناجح، دايما بنشوف مين الناس اللي عامله ترند، مين الناس اللي الدنيا كلها بتتكلم عليها، مين الناس اللي ناجحه في مجالها وبنبدا ان احنا نسعى لها. انتقلت كاميرات الحدث الى محافظه الاسكندريه عشان خاطر سمعنا من بنات كتير جدا من محافظه الاسكندريه ومن المحافظات الاخرى عن طبيبه عامله ضجه ما بين البنات. طبيبه يعني شهرتها او زي ما بيقولوا لا في الفترة الاخيرة ديت كل البنات بتتكلم او كل العرايس بالاخص بتتكلم عن طب التجميل وبيتكلموا عن الدكتورة هند كامل. دكتورة هند كامل هنطلع بتقرير كده هوت. احنا طبعا كاميراتنا انتقلت الى الاسكندرية ورحنا عيادة دكتورة هند كامل عشان نشوف ايه اللي الدكتورة هند بتعمله وايه الاجهزة اللي موجودة عندها في العيادة وايه اللي هي بتعمله للبنات دول او في عالم التجميل، ايه الجديد اللي عندها. هنطلع مع حضراتكم نتفرج على التقرير ونشوف عياده الدكتوره هند كامل ونرجع لحضراتكم تاني. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كده ان الدكتوره رباب ياقوت قررت بنفسها ان هي تنزل لعياده الدكتوره هند كامل عشان تشوف ايه اللي بيحصل عندها وعشان برضو تقدر ان هي تستغل الدكتوره هند كامل في اي حاجه عشان خاطر تعمل حاجه من اللي البنات بيعملوها او تجرب ايه اللي الدكتوره هند كامل بتعمله. وطلعت لحضراتكم طبعا بالتقرير دوت. انا بقى قررت النهارده ان انا يكون معايا في الاستوديو داخل قناه الحدث الدكتوره هند كامل بنفسها. برحب بيها ومنوره قناه الحدث ومنوره الاستوديو بتاعنا. دكتور اسلام انا مبسوطه جدا بوجودي معاك النهارده وسعيده جدا بالدعوه بتاعتك ليا. ربنا يخلي حضرتك. وسعيده جدا بزيارتك ليا في اسكندريه. ربنا يخليك يا رب. يعني يا رب تكونوا اتبسطتوا دكتوره رباب. اكيد طبعا اتبسطنا جدا والله من احنا بنسمع لحضرتك. بالظبط. وانا كان نفسي انها تكون موجوده النهارده. طبعا الغائب الحاضر احنا بنوجه لها برضه تحيه كبيره. اكيد طبعا. قول لنا بقى دكتوره هند، القلبان اللي حضرتك عاملاه في اسكندريه دوت وكل اللي احنا بنسمعه ده مؤشر او دليل ان البنات كلها بقت وحشه فعلا في الفتره ديت؟ لا ما حدش يقدر يقول ان البنات التجميل. وحشه لا طبعا لا اللي بالعكس. بيخليهم يروحوا لدكاتره التجميل؟ لا هو البنات طبعا حلوه ما نقدرش نقول حاجه غير كده، ولكن احنا دايما بنحب نوصل للافضل او تمام. لو كده اي حد عنده اي مشكله بسيطه في بدايتها احنا ممكن يعني بطرق بسيطه وتكنيكس بسيطه جدا بنوصل للاحلى والاجمل. يعني مش البنت الحلوه بقى البنت الوحشه بس هي اللي بتروح لعياده الدكتوره هند؟ لا كل البنات الحلوين والحلوين برضه. طب والرجاله نظامهم ايه؟ لا في طبعا في شباب ورجاله كتير بس مش تجميل. لا علاجات شعر معظمها تمام. الناس اللي عندها صلع او الناس اللي عندها تساقط شعر. الناس الشقيانه بالظبط. هي الفكره في الرجاله معظم الشباب يعني هي دي بتبقى مشكلتهم بالاخص تمام يعني. طب قول لنا ايه اللي موجود عند في عياده الدكتوره هند او ايه اللي موجود عند حضرتك او ايه الجديد في العالم بتاع التجميل اللي عند حضرتك اللي انت عامله بيه ضجه جامده قوي ديت مع الناس؟ هو يعني مبدئيا احنا بنحاول ندي لكل حاله الحاجه اللي هي ممكن تكون محتاجاها. تمام. البنات اللي في سن العشرينات دول بيبقى معظمهم يعني معظم الشكاوى في السن ده مشكله حبوب الشباب، اثار حبوب الشباب، المشاكل بقى او الحفر السكارز اللي بتبقى موجوده دي برضو بتبقى مشكله مهمه جدا وبنواجهها وبنبدا ان احنا نحط لها خطه علاج. ده سن العشرينات يا دكتور مش كده؟ ده سن العشرينات. معظم البنات في الفتره دي بتبدا المشكله دي تظهر معاهم طبعا من سن قبل كمان العشرينات. بتيجي البنوته لحضرتك، حضرتك اللي بتشخصي ولا هي بتبقى جايه عارفه عايزه تعمل ايه بالظبط؟ هو معظمهم بيبقوا يعني ظهر عندهم الموضوع ده وراحوا لكذا دكتور والدنيا كانت يعني بيوصلوا ساعات لمرحله ياس كده. تمام. ولكن احنا بنحاول ان احنا نبسط لهم برضو الحكايه برضو يا دكتور اسلام زي ما انت فاهم. تمام. الحاجات دي ما ينفعش فيها الراحه النفسيه بتبقى حاجه مهمه أكيد جدا طبعًا. لازم أكيد. هي تبقى عندها استعداد برضو ان هي تدخل تبدا وتبدا تاخد الموضوع بجديه وتبدا تعمل جلساتها تاخد علاجاتها بانتظام. بنعمل لها سيستم بتاخد لازم طبعا مضادات حيويه في البدايه وبعدين بنبدا بقى نعمل لها تنظيف عميق للبشره. نبدا نعمل لها جلسات تفتيح لو في اثار عميقه. نبدا نعمل لها جلسات زي البلازما زي الميزوثيرابي زي الديرما بان
في اكتر من تقنيه للناس طب قبل اللي ما عندها. نتكلم عن التقنيات دي ونتكلم عن الادوات اللي حضرتك بتستخدميها داخل العياده، يعني سمعت حاجه من الدكتوره رباب بعد التقرير اللي عملته مع حضرتك، ان يعني معظم الجست بتاع حضرتك او معظم العملاء اللي موجودين مع حضرتك في معامله فريندلي جدا معاهم، او انت بتعامليهم بحب، هل ده سبب من اسباب جاذبيتهم ليكي ولا هي دي حاجه مهمه جدا؟ تمام. يعني العلاقه ما بين الدكتوره وما بين العميله بتاعتها دي حاجه اساسيه، اهم يمكن من العلاج. البوزيتيف انرجي او الطاقه الايجابيه اللي احنا بنديها لها دي بتبقى دافع ليها ان هي تشوف نفسها احسن، ان هي تكمل تكمل في الشغل بتاعنا وتكمل. يعني مش تقول لا انت وحشه ولا لا مستحيل، لا لا ما فيش واحده وحشه على فكره، كل واحده فيها حاجه حلوه، بس احنا بنحاول نبرزها، بنحاول تمام. نبرزها يعني تمام. فلا الدنيا بتبقى لطيفه، يعني زي ما رباب جت واتبسطت وانا اتبسطت جدا بزيارتها بصراحه. ما هي رباب يعني طبعا احنا لسه ما شفناش النتيجه، بس هو بيقولوا ان هي بقت حلوه شويه. لا يعني يا رباب من غير حاجه حلوه مش هنتكلم في النقطه دي. هنسال حضرتك على حاجه بعيدا عن الطب، هل التجميل او مجال التجميل في العام حرام او في حرمانيه؟ لا هو انا مش شايفه ان هي في حرمانيه، يعني يعني احنا كبنات او ستات عامه بنحب دايما يعني ان احنا نبرز جمالنا باي شكل من الاشكال في حدود اللائق طبعا. أكيد زي طبعًا ما انت أكيد. فاهم، فاحنا بنعمل حاجات احنا اللوك بيبقى ناتشرال، يعني مش هي البنت مش بنغير لا 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 في خلقه ربنا ومش تغيير. بنعدل في خلقه ربنا الطبيعي بتاعها، بس من غير يعني الدفوهات الصغيره، لو واحده عندها خطوط بسيطه بنحاول نظبطها لها، خطوط الجبين الفورهيد بتدي برضو انطباع كده ان السن بدا يكبر شويه، الخط الابتسامه بتاع النيزوليبيان خط الشنب، الحاجات دي كلها يعني بتتظبط. الناس اللي عندها كلف او عندها تصبغات برضو بنعمل لهم برضو سيشنز وجلسات تفتيح وحاجات كده، يعني الحاجات دي بتدي برضو رونق للست كده، ولما تحس انه شها حلو وفاتح وحلو ما فيهوش اي تصبغات ومفرود ومشدود معاها الوش كله ليفل واحد كده، ما فيش اي ديبرشن، ما فيش اي حاجه. الراجل بدل ما الراجل بيجي من الشغل بيلاقي لا 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 ما فيش الكلام ده، لا 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 ما تتكلمش، ما عندناش الكلام ده لا طبعا. هم من غير حاجه طبعا جمال جدا، بس احنا بنحاول يعني ايه بندي تاتش كده معين. تمام. طبعا الحاجات دي بتبقى برضو زي ما فهمتك ان هي بتدي طاقه ايجابيه للست عامه، ودي بتبقى دافع ليها ان هي تكمل، دي اهم حاجه، دي الخلاصه بتاعت شغل التجميل. دكتور انا بعتذر لحضرتك، بعتذر للساده المشاهدين طبعا، احنا معانا كم كبير جدا من المداخلات، ولكن طبعا نظرا لظروف الحلقه او وقت الحلقه مش هنقدر ان احنا ندخل مداخلات. ارقام تليفونات الدكتوره هند موجوده على الشاشه، يا ريت اللي عاوز يتواصل مع الدكتوره هند او مع العياده بتاعتها بعد الحلقه ان شاء الله يبدا يتواصل مع الدكتوره مباشره. اتفضلي يا دكتور. تاني اسلام احنا عايزين برضو نتكلم عن مشكله الشعر، يعني موضوع تساقط الشعر والناس اللي عندها فعلا تساقط باستمرار يبدا عايز يعمل فراغات. بالترتيب كده دكتور، ايه الحاجات اللي موجوده عند حضرتك اللي الجست بتاعك بيجي يتعامل فيها كويس، وقول لنا ايه اكتر الفئات او اكتر يعني الفئه العمريه اللي بتيجي لحضرتك كويس، بس في عجاله، يعني انا عايز بوينت مختصره كده عشان ان شاء الله هيكون معانا سلسله حلقات تشرح لنا بالتفصيل. تمام. طيب هو احنا مبدئيا بنقسم الخدمات بتاعتنا لكاتيجوريز معينه، يعني حاجات يعني نقاط عريضه. تمام. الحاجه الاساسيه يعني الحاجه اللي ممكن بنشوفها كتير هي مشكله تهدل البشره او ترهلات الجلد او الخطوط العميقه او الحاجات اللي بتظهر عند سن ال 45، دي ليها نظام وشغل معين، سواء كان بوتوكس للجبين والخطوط العين، سواء كان فيلر لو في مشكله نحافه او خطوط بدات تظهر في الجزء السفلي تحت. انا عايز البنات بقى تركز معايا تسمع الدكتوره بتقول ايه عشان خاطر كل واحده شايفه في نفسها ان هي في عندها مشكله عندها الدكتوره هند. طبعا انا شايف ان كل البنات بعد الحلقه هيروحوا للدكتوره هند. اتفضلي يا دكتوره. فاحنا طبعا منطقه الخطين دول بنملاهم فيلر، ممكن نزود شويه الخدود بالفيلر برده نفس الشيء. الشفايف ممكن ندي امتلاء بسيط بالفيلر، عندنا برده الليفتنج ان احنا بنشد الجلد ممكن بحاجه زي البروفايلو زي الهايفو، دي كلها التقنيات اللي احنا بنسميها في الكاتيجوري بتاع علاج خطوط او ترهلات البشره اللي بتحصل في سن بعد ال 40 او كده. ده كل ده سن بعد ال 40 سنه؟ لا ممكن من 35، وفي حالات معينه بتبقى سنها صغير بتظهر عندها زي خطوط يعني بتبقى في سن بدري اسمها زي خطوط تعبيريه اللي هي الفاين لاينز، دي برده المفروض ما تتسابش، بتتظبط على طول. في برضه الفئه تانية من الخدمات اللي احنا بنقدمها هي خدمات تفتيح البشره او النضاره. تمام. سواء الناس اللي عندها اثار حبوب شباب او واحده عندها كلف من الحمل او اي واحده عندها اي تصبغات. ده كتير جدا طبعا. بالظبط. بنعمل بقى جلسات زي الديرما بان بمشتملاته بالستام سيلز بالخلايا الجذعيه، جلسات بلازما بي ار بي،
بنعمل جلسات ميزوثيرابي اللي هو حقن الكولاجين، حقن كل دي اجهزه دكتور اللي حضرتك تكلميني عليها ولا في حاجات بالاجهزه، في حاجات بالحقن، وفي حاجات تانية بتبقى يعني وصفات او ماسكات وحاجات من دي بتتقدم برضو. تمام. دي برضو الكاتيجوري التاني اللي هي الحاجات الخاصه بالنضاره او تفتيح البشره. في الكاتيجوري التالت اللي هو الحاجه الخاصه بالشعر وعلاج الشعر، سواء كان شعر تالف او شعر مجعد او شعر بيتساقط، برضو بنعمل برضو بروتوكول كامل. لو حد شعره بيتساقط، ده للرجال وسيدات؟ اه طبعا دي للرجال وسيدات. واحده شعرها بيتساقط، شاب شعره بدا يتساقط، لازم نعرف برضو سبب التساقط، هل هو ده حاجه وراثيه ولا هي عندها انيميا او ستريس معين او كده، عشان خطه العلاج. بناخد العلاجات طبعا المناسبه ونبدا نعمل بقى الجلسات، سواء كان ستام سيلز خلايا جذعيه او بنعمل برضو بلازما او ميزوثيرابي. دي الجلسات اللي احنا بنعملها عشان خاطر تساقط الشعر، بتبقى نتيجتها في خلال 3 شهور اللي هي دوره الشعر الطبيعيه. يبدا بيبي هير، يعني شعر بيبقى صغير بينبت اه، بياخد دوره طبيعيه بتاعته، بيملى برضو المكان اللي هو ما بيتساقطش تاني يا دكتور، او ما بيكونش لو بقى ماشت. لو حد مثلا عنده انيميا وما اتعالجتش، ولكن لا احنا بيبقى في متابعه، يعني المساله مش مجرد ان احنا بنخلص جلساته بس. اكيد طبعا. لا بس ان شاء الله بيبقى المساله بعد الجلسات وبعد العلاج المكثف، لا ان شاء الله ما بيبقاش فيه تساقط ولا اي حاجه. ايه الاجهزه المختلفه اللي الدكتوره هند كامل شغاله عليها مخليها مختلفه عن السوق؟ في طبعا مجموعه من الاجهزه، احنا مش هنقدر برضو الجلسات كلها تبقى حقن وحاجات كده بس. لا، في طبعا جهاز زي الثري ماكس، ده مهم جدا. اللي هو الثري ماكس ده جهاز ليه 3 هيدز، يعني هو الهدف الاساسي بتاعه هو تنسيق القوام بدون جراحات. تمام. سواء تخسيس موضعي او شد ترهلات للجلد او كده منطقه البطن، وبينسق القوام بالفعل. بننسق القوام بالفعل. تمام. في ظرف وقت معين بنعمل برضو يعني سيستم معين، الحاله بتمشي عليها 5 جلسات 10 جلسات، كل واحده حسب مشكلتها. الواحده ست بعد الولاده عندها ستريتش ماركس، واحده خست شويه عندها سيلوليت، الحاجات دي كلها جهاز الفري ماكس طبعا بالسيشنز بتاعته بيعمل نتيجه كويسه، وبنعمل معاه حقن برضو تفتيت موضعي. تمام. اللي هي حقن الطاقه. عندنا جهاز الهايفو، جهاز الهايفو ده للشد عامه سواء الوجه او للجسم برضو ترهلات الجسم. تمام. الهايفو ده ليه استخدامات كتيره جدا. عندنا جهاز الهيدرافيشال اللي هو جهاز تنظيف عميق للبشره، الناس اللي عندها افرازات دهنيه، الناس اللي عندها بلاك هيدز، رؤوس بيضاء، رؤوس سوداء، الحاجات دي كلها، صنفره وتنظيف عميق طبعا، الحاجات دي كلها. الديرما فان طبعا متواجد، ماسك الليد، كل الحاجات اللي احنا ممكن بنقدمها للحالات بتاعتنا وتجيب معاهم نتيجه ان شاء الله ايجابيه ونتيجه هايله. يعني حضرتك بتستخدمي جراحات تجميليه ولا كل شغلنا عن طريق الاجهزه؟ في بعض الجراحات دلوقتي احنا مش بنشتغل جراحات، ولكن في بعض الجراحات احنا ممكن بنعمل تكنيكس معينه بتعوض جراحه، لان جراحه انت عارف ان المساله ما بتبقاش بسيطه ان اي حد يدخل في جراحه. يعني شد الوش مثلا ممكن بنعمله بالخيوط بدل الشد الجراحي، الخيوط برضو بتبقى ممكن في مرحله عمريه. يعني اللي حضرتك عايز تقوليه ان في تطور النهارده تكنولوجي في تجميل الانف. تجميل الانف ممكن بدل ما هي تلجا ان هي تعمل جراحه بنعملها بالبوتوكس والفيلر، بنملى ساعات هنا لو في هنا مثلا فراغ في الانف بنملى فيلر، بنملى النوسترلز ممكن نقفل فتحه الانف شويه بالبوتوكس. في طبعا تكنيكس ان احنا بنعوض الجراحات، بنعوض الجراحات بحاجات تكنيكس بسيطه وسهله، يعني بحيث ان الناس برضو ما تدخلش في الكومبليكيشنز بتاعت الجراحات والحاجات دي. وده بيكون افضل متهيألي للعميل، واسهل واسهل، وبديهم برضو حافز، لان انت عارف بيبقى في ناس متخوفه يعني. بس بيبقى العلاج على اللونج تايم اكتر، يعني زي بالظبط جراحات التكميم والتخسيس اللي هو المباشر او عن طريق التخسيس بقى كل واحد يعني حسب بقى هي الوزن ايه، الدنيا معاها، نظام اكلها ايه. لو هتعرف تعمل شويه دايت مثلا، في ناس بتستسهل وتقول لا راح اعمل عمليه، وفي ناس بتندم ان هي عملت عمليه فبيقول لا يا ريتني تابعت. طبعا نجح معاها. تمام. بصراحه يعني لازم برضو اسسمنت الحاله في البدايه ناجح، ما ينفعش ان اي حد يروح يعمل اي حاجه كده من غير اي دراسه يعني، او من غير بلان في النقطه دي. يعني لازم يكون في استشاره للطبيب الاول قبل ما اتجه ان انا اعمل عمليه تكميم. لا طبعا. او ان انا اتابع مع دكتور تكميم. ممكن شويه دايت وشويه رياضه وشويه جلسات. ما انا بقول لك، انا واحد من الناس بقول لك ما تحاوليش في الموضوع ده خالص. لا انت، احنا هنشوف برضو حل معاك انت دكتور. طيب اسلام في النقطه دي. طب تمام. فاحنا بنحاول يعني ان احنا نوفر الخدمات المتاحه السهله، السهله البسيطه اللي ما فيهاش مشكله. ده غير ان احنا بندي بقى يعني بعض الوصايا، يعني دلوقتي احنا عندنا لازم سان بلوك مناسب لكل بشره حسب نوع البشره، واحده بشرتها مختلطه غير البشره الدهنيه، غير البشره الجافه، غير البشره الحساسه، كل طبعا حاجه من دي ليها مشكلاتها. البشره الدهنيه الافراز الدهني الزايد والحبوب، البشره الحساسه الاحمرار الجامد عند التعرض للشمس، البشره الجافه بتلاقي الحكه الجامده، اي حاجه بتلاقي عندها حساسيه جامده. فاحنا برضو الحاجات دي مهمه، بندي كل واحد لازم سان بلوك، لازم موقع شمس مناسب لكل حاجه، لازم سيرم ليلي وسيرم نهاري برضه. الحاجات كلمينا في عجاله عن السيدات فوق سن ال 60 سنه، ايه دور حضرتك معاهم؟ فوق سن ال 60 بنحاول ان احنا نوصل معاهم لاحسن نتيجه ممكنه على حسب برضه المعطيات. بس بنبدا بقى نعمل بهم بقى خيوط،
بنبدا نعمل معاهم حاجه اسمها البروفايلو، الحاجات الاعلى شويه، الحاجات اللي ممكن تدي نتيجه اسرع، وبنعمل معاهم برضه بوتوكس وفيلر. هو ما فيش شك ان البوتوكس منطقه الجبين، الفرهد، بالحاجب، بحوالين العين، بالخط الغضب ده اللي في النص ده لازم له بوتوكس. ده حتى لو هي عندها 30 سنه. عندنا برضه الفيلر برضه ماده الامتلاء دي اساسيه، حتى لو عندها 60 سنه عندها نحافف البشره او الوش بدا يتهدل او كده لازم نحقن الفيلر. بندي كثافه برضه، الخد يترفع معاها، الخطوط اللي هي منطقه الشنب، الشفايف، الحاجات دي كلها، يعني البوتوكس والفيلر لا غنى عنهم. مرحله السن الاكبر بندخل معاهم بقى حاجات اعلى، الخيوط، البروفايلو، الحاجات اللي ممكن تدي برضه يعني ايه شد ونتيجه افضل. دكتوره هند، احنا عايزين اوقات كتير جدا، مش وقت واحد ولا حلقه ولا اثنين ولا ثلاثه، ان حضرتك تكوني موجوده معانا وتفيدي الساده المشاهدين. لا ان شاء الله، ان شاء الله بنرحب طبعا النهارده بوجود حضرتك جدا، ومبسوطين جدا ان انت كنتي معانا وفدتي الساده المشاهدين. وبنقول للساده المشاهدين وعد مني انا شخصيا ان دي مش اخر حلقه هتكون معانا الدكتوره هند فيها، ان شاء الله يكون معانا حلقات كتير جدا. دكتوره هند مستنيه استفساراتكم بعد الحلقه ان شاء الله. اشوفكم الاسبوع القادم على خير باذن الله.